يبدأ السعي بين الصفا والمروة بهذا الجبل، بجبل الصفا. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. معنى هذا أن الشوط السابع ينتهي بالمروة، فلا بد أن نعلم الناس هذا الأمر، لأن كثير منهم هدانا الله سبحانه وتعالى وإياه يظن أن من الصفا إلى المروة إلى الصفا هذا شوط واحد،